تستعد شركة XLCC البريطانية الموجود مقرها في اسكتلندا للشروع فعلياً خلال الأسابيع المقبلة في عمليات تصنيع أطول كابل بحري في العالم، والذي سيربط بين المغرب والمملكة المتحدة بطول 3800 كيلومتر لضمان تزويد هذه الأخيرة بجزء كبير من حاجياتها من الكهرباء عن طريق الطاقة النظيفة التي يتم إنتاجها في الصحراء المغربية. وستتولى XLCC عمليات تصنيع 4 كابلات بحرية عملاقة من نوع HVDR بتكليف من الشركة X-Links صاحبة المشروع عن طريق مصنع هندرستون الموجود في اسكتلندا، والتي ستنقل 3.6 جيجاوات من الكهرباء إلى المنازل البريطانية يومياً بعد 6 سنوات من الآن، ما سيغطي 8% من حاجيات الطاقة الكهربائية بالمملكة المتحدة، وتبلغ قيمة المشروع 25 مليار دولار، وسيكون مرتبطاً بحقول الطاقة الشمسية والريحية بالأقاليم الجنوبية للمغرب، بما يضمن الطاقة النظيفة 7 ملايين منزل في بريطانيا. ويتماشى المشروع مع استراتيجية المغرب لتصدير الطاقة النظيفة مستقبلاً، بالإضافة إلى خلقه 2000 منصب شغل قار و8000 فرصة عمل مؤقتة، بالإضافة إلى أنه أصبح من بين الأسباب الرئيسية في التقارب الاقتصادي والدبلوماسي بين الرباط ولندن.